مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس. لسه بنكمل مع حضراتكم الحديث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة. دروس كتيرة جدا بنتعلم منها، بنحاول نطبقها في حياتنا اليومية. قيمة النهاردة هي قيمة عظيمة جدا، قيمة التعايش. هنتكلم عن قيمة التعايش مع فضيلة الشيخ عويد عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي بنسعد دايما بوجود فضيلته معنا على الهواء. أهلا بحضرتك شيخ عويد، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة والعالم الإسلامي كله بخير وسلام. أول يوم بعد رأس السنة الهجرية، يعني مع وجود حضرتك هنتكلم بقى عن التعايش. يعني إيه تعايش؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الكلمة كلمة سهلة جدا من المادة بتاعتها، عاش يعيش. الإنسان الذي يعيش لابد أن ينعم بكل حرية كاملة، ينعم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى أو بما في هذا المكان من نعم، دون تضييق ودون تمييز عنصري ودون أي يعني منع من حقوق له عليه. تعرف، هرجع لكلمة التعايش. لما سيدنا عمر قابل قاتل أخيه زيد بن الخطاب، وزيد ده كان يعني زي ما نقول كده حبيب لأخيه عمر، حتى بعد موت زيد بن الخطاب كان سيدنا عمر دائما يراه الناس وهو ماشي بنت أخوه، كانت طفلة صغيرة يروح بها في كل الأماكن. فقابله كده سيدنا عمر بيقول له: لا أحبك ما أحبت الأرض الدم. يعني الأرض لو رميتي عليها دم عمرها ما تشربه أبدا. الأرض من طبيعتها أنها تكره الدماء، صحيح، تفضل كده اللي هيعمل إيش فكده وبتاع ويجف، ولكن الأرض ما تشربوش. سبحان الله، التراب يكره الدماء. فقال له: ما أحبك أو لا أحبك ما أحبت الأرض. طول ما الأرض بتكره الدم أنا هفضل أكرهك. يا الله. فبيقول له إيه بقى؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل تمنعني حقي؟ قال: أما هذا فلا. حقك أما أنا مش طايق أشوفك، لأنك أنت أخذت مني أعز ما عندي، أخذت أخويا أتقتله في الجاهلية بس أسلم خلاص، لا يقاد بي ولا يطلب منه شيء. قال له: ولكن يعني تمنعني حقي يا أمير؟ قال: لا، أما هذا فلا. قال: إذن لا يأسى على الحب إلا النساء. الست هي اللي بتزعل لما جوزها يقول لها: أنا ما بحبكيش، هي دي اللي تزعل. أما طالما مش هتمنعني حقي خلاص. الله، إيه الجملة العجيبة اللي بتأسس لأخلاق مجتمع في هذا الوقت؟ مش أخلاق مجتمع، أخلاق حضارة. لذلك لما نقول الإسلام عندما جاء ليبين التعايش، التعايش يعني التعاون في كل شيء والتمتع بكل مقدرات الأرض من خيرات، لا فرق بين مسلم وغير مسلم. شوف مبدأ تعايشه، الكل ينعم، النعم مش مقصورة على مسلم فقط، التضييق لما بيأتي على الكل، الغلاء يأتي على الكل، كل حاجة تأتي، الحروب على الكل، الكل متعاون. لا يوجد أبدا دين على وجه الأرض فعل ذلك إلا الإسلام. ذلك عندما نقول الإسلام ضرب بعدله في كل ربوع الأرض ليعلم الإنسانية كيف ترقى لمعنى كلمة اجتماع. إزاي تعرف معنى كلمة اجتماع؟ إزاي الجمع ده لا نفرق فيه بين يهودي ومسيحي ومسلم، الكل سواسية، قولوا آمنا بالله، أدي حاجة، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. لو واحد وقف وقال أنا كفرت بموسى، نقول له خرجت من الإسلام خلاص كده. يقول أنا كفرت بنبي الله عيسى، يقول عليه السلام، خرجت من الإسلام. إن وقف وأساء إلى نبي من هؤلاء خرج من الإسلام. إيه الإسلام العجيب ده؟ إيه الإسلام اللي إنك أنت علشان تؤمن بسيدنا بصاحب رسالته لابد أن تؤمن
بكل الأنبياء السابقين. صح. ده هذا يدل بمفرده على عدل هذا الدين. بص في صور الإسلام والمشاهدون يعلمون، هو فيه صورة في القرآن اسمها صورة عائشة، صورة خديجة، صورة صفية، بس فيه صورة مريم عليها السلام. عليها السلام. ذكر سيدنا عيسى في القرآن أكثر من ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه ده؟ إيه التأسيس لمعنى التعايش؟ هو ده التأسيس لمعنى التعايش، هو ده التأسيس لمعنى الخلق الذي بيّنه الإسلام. لما نلاقي سيدنا عمر رضي الله عنه وهو ماشي في السوق يجد رجلا يهوديا كبيرا في السن، والكبير في السن ده في اللغة بنسميه شيخ بخلاف المصطلح بتاعنا الآن اللي بنطلقه على كلمة شيخ يعني. فوجد شيخا يهوديا، شيخا يعني كبير السن يهودي، يسأل الناس، مدد إيده. سيدنا عمر رضي الله عنه قال بقى ده يستاهل اللي هو كده، خليه كده يبقى مذلول. ما أعجبه ذلك. الإسلام ما فيهوش الكلام، ما فيش كده. الإسلام، وهنتكلم عن الوثيقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، كتبها، الوثيقة أو الدستور أو نسميه الدستور باللغة بتاعتنا الآن، اللغة الدارجة، زي كانت تحفظ حق الجوار. وكلمة حق الجوار عندما جاءت به الوثيقة ما بنسألش الجار ده مسلم ولا غير مسلم خالص، ما نعرفش أصلا خالص، لا علاقة لنا بهذا، المهم له حق. طيب، فسيدنا عمر رآه يتكفف بيسأل الناس، فقال له يا أمير المؤمنين فقير يعني ومليش دخل. فحزن سيدنا عمر وأخذه إلى البيت، أطعمه وسقى، وجاء بصاحب بيت المال قال له تعالى اضرب لهذا ولأمثاله من بيت المال ما يغنيه وعياله. يا الله على الجمال. خلي بالك تشوفه، مش هو بس، تبحث عن كل اللي زيه وتكتب له راتب بحيث انه يغتني هو واولاده. ايه ده؟ ده حاجه عجيبه. الاخلاق، اخلاق اسلام فعلا، يعني هي جاءت من معلم البشريه الخير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت لسه هسال فضيلتك ازاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق قيمه التعايش او معنى التعايش لما انتقل من مكه الى المدينه. طيب شوفي، من الامور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل الى المدينه، ده في اشياء مختلفه في المدينه، ده في اوس وخزرج متناحران، ده في يهود وفي الوقت اتباع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، ده مش فيه يهود بس، ده كمان فيه مشركين. طيب دول كلهم هيتعاملوا ازاي؟ والنظام القبلي نظام صعب، النظام القبلي نظام حاد يعني حامي في المعامله. لو واحد اتأذى من هنا الدنيا تتقلب الناحيه الثانيه، القبيله ما تنامش. كيف ينظم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الافكار المختلفه؟ وكيف يوحد كلمة هؤلاء؟ عمل وثيقة. هذه الوثيقة من أهم بنودها كيف يعيش المسلمون مع غيرهم ويسمون أمة واحدة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، أمة تجمع المشرك وتجمع اليهودي وتجمع المسيحي وتجمع المؤمن، الجميع سواسية في الدفاع عن هذا الوطن. وبعدين بنود كتيرة وصلت إلى 52 بند يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم حقوق هؤلاء وحقوق اليهود وحقوق بني عوف، وبعدين وبنو الحارث كبني عوف، وبنو جشم كبني عوف، وبنو ثعلبة كبني عوف، كل هؤلاء فرق من فرق، كل هؤلاء يهود وقبائل يهودية. النبي صلى الله عليه وسلم نظم لهم المعاملة في هذا المجتمع، لذلك حتى كتبت كتب السيرة أنهم قالوا ما أمنا على أنفسنا ولا على أعراضنا ولا على أموالنا إلا عندما جاءنا محمد عليه الصلاة والسلام وسلامه عليه. ما لقاش تحديات أو صعوبات يا شيخ خويضة في تطبيق هذا المفهوم، مفهوم التعايش ده، يعني إن هم كل الناس تبقى على مستوى من العدالة واحد؟ شوفي، الإنسان لما بيحس بالظلم ويعيش ويلاقي ظلم ما بيصدق يشوف عدل، ما بيصدق يشوف رحمة. وبعدين شوفي القرآن لما يقول وألف بين قلوبهم،
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. على فكرة الآية هي نعم وإن كانت نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا نزلت أو الخطاب يشمل غيرهم. كيف أن اليهود يقبلون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الأوس والخزرج بعدما كانوا يتناحرون وتقوم بينهم الحروب والدماء يسمعوا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله وفق نبيه وألف بين قلوب هؤلاء. إذن الأمر الأول أن الله أعان نبيه بأن شرح له صدر هؤلاء لقبول كلامه، فكانوا يقبلون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان لابد أن يحدث هذا. لما؟ حتى تتأسس أول دولة تقوم على العدل بعد ما كان في ظلم، دولة مدنية يشترك الجميع في نمائها وفي الدفاع عنها وفي النعم التي فيها ويدافعون عنها. إذن ده كله لا يأتي به فعلا إلا نبي آخر الزمان خاتم الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فكرة التعايش ومفهوم التعايش اللي سيدنا النبي طبقها في انتقاله إلى المدينة نفس فكرة التعايش اللي طبقها لما راح الانتقال في الهجرة إلى الحبشة؟ طيب هو سيدنا النبي طبعا ما راحش الحبشة، بس أصحابه راحوا الحبشة. بس الفكرة والمفهوم، الفكرة شوفي بقى، دائما الإنسان زي ما قلت لحضرتك بيحب العدل. هو ليه راحوا الحبشة الصحابة؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى هناك فإن فيهم ملك، ملك يعني فيهم ملك لا يظلم أحد عنده، اللي هو النجاشي. النجاشي كان رجل يحب العدل، كان على دين النصرانية ولكن صحيح كان يحب العدل، ومات بعد ذلك وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. طيب لما ذهب الصحابة إلى هناك طالما في عدل؟ لأن العدل ده أساس بقاء الإنسان، أساس أفضل النعم أن ينعم الإنسان بالعدل. لا يجد تفرقة أبدا بسبب عنصرية، بسبب شكل، بسبب دين. كل هذا لابد أن الإنسان يحطه في اعتباره. متى يكون العدل؟ عندما لا تكون هناك تفرقة ولا يكون هناك تمايز بين غني وفقير، بين جنس وجنس، بين لون ولون. صح. طيب فالصحابة راحوا هناك فنعموا بالعدل وعاشوا ويعني نقلوا هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى رسول الله على عدل ملكهم اللي هو النجاشي. طيب حضرتك قبل الفاصل كنا لسه بنتكلم عن موضوع التعايش، وان ما كانش فيه تفرقة بين أي حد مش مسلم وحد مسلم. نعم. حتى كان الأطباء والعلماء في عهد سيدنا النبي وهارون الرشيد والعصور اللي بعد كده كانت من أطياف تانية أو ديانات تانية. لو بصيتي كده إلى التاريخ وهو يقص علينا بأن طبيب معاوية كان مسيحي، الطبيب الخاص كان مسيحي، المعتصم طبيبه كان مسيحي، هارون الرشيد كان عنده طبيب مشهور جدا كان اسمه بختشوع ابن جبرائيل. حتى ان هارون الرشيد قال لهم اي حد عايز اي حاجه خاصه بالطب ما يسالنيش، يرفعها الى هذا الرجل وهذا الرجل يرفعها الي. احترام وثقه. ايه ده؟ طيب مروان عين اثنين، اثناثيوس وهذا الرجل كان مسيحي، وواحد تاني اسمه اسحاق. اثناثيوس ده يقولون بلغت تركته وما عنده من اموال ما لم يبلغه الخليفه في هذا الوقت. يا الله. بسبب الوظيفه بتاعته. اموال طائله. اموال طائله، ده كان عنده بس فقط عمل كنيسه، كنيسه الرها ديت، كان يجعل الدخل بتاعها ينفق عليها من 400 دكان مأجرهم. يعني 400 محل. عدد كبير جدا. مأجرهم، عدد كبير. كان عنده 4000 عبد. 4000 عبد. 4000 عبد. ملك قرى كاملة، قرى كاملة يعني عزب كاملة كانت ملكه، وما كان عليه حجر في ذلك. ما حدش قال له أنت بتعمل إيه؟ ليه؟ وظيفته تدر عليه هذا. عدل المسلمين في هذا الوقت، اشتغل وأنفق واعمل اللي أنت عايزه. يعني إذن هذه الوظائف لم تكن حكرا على المسلمين،
وإنما دائما كان يشارك فيها غير المسلمين، حتى نص بعض المستشرقين على عدل المسلمين بهذا. قال ولو نظرنا في تاريخ المسلمين لوجدنا من المسيحيين ومن اليهود من تولوا مناصب لكفاءتهم لم يتولها المسلمون. نص على ذلك أكثر من مستشرق ودونوا هذا، وبدأوا بضرب الأمثلة من الدولة العباسية من أيام هارون الرشيد. طب احنا عاوزين نعرف ازاي نطبق احنا بقى كمسلمين هذه النظرية في بلاد غير المسلمين او في اي حاجة احنا عاوزين نطبق العدل. بس يعني نستأذن فضلتك نستقبل مكالمات مشاهدينا. الو الو استاذ عبد الناصر، اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، ازي حضرتك؟ عامل الحمد لله، اتفضل. في والده بس كانت في ساعه غضب كده مع اولادها، هم طلبه لسه صغيرين يعني واحد خلصها كليه واثنين لسه في المدرسه. فقالت لي لما توفى ما الاولاد ما حطوش للغسل بتاعي ولا الجنازه. دي الام اللي بتقول كده؟ اه، والدتي بتقول لما توفى يعني الوصيه لما ما تخليهمش يقف على جنازتي ولا يحضر الغسل. عشان خلافات عادية صح؟ عشان خلافات عادية. انت بتقول ده العالمين يعني مش كبار يعني، واحدة على حد يعملها واثنين صغيرين في المدارس. هي بتقول كده لإخوات حضرتك ولا أولاد حضرتك؟ ده قالت لي، قالت لي أنا قالت لأ. وصية يعني لما توفى ما أولادي ما يقفوش على الغسل ولا يحضروا الجنازة. نعم. طب حاولت تصالحها يا أستاذ عبد الناصر؟ هم هي اصطلحت معاهم أوريدي دلوقتي، بيتفهموا بعض كويسين. نعم، بشكر حضرتك. بس ما زالت برضه عند موقفها. نعم، ما زالت عند موقفها. نعم. بشكر حضرتك. استاذ عبد الناصر، حضرتك يا استاذ عبد الناصر، حضرتك جبت سيره لاولادها عن هذه الوصيه او هذا الشيء يعني؟ كانوا حاضرين يا باشا، هي قالت قدامهم كده. هي طيب. قالت قدامها وبعد كده قالت لي انا. طيب حاضر، شكرا لحضرتك يا استاذ عبد الناصر. معانا استاذه حميده. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. كلنا طيبين وحضرتك طيبه وبالف خير وصحه، اتفضلي. الله يخليكي. اسال شيخنا بس سؤال بعد اذنك. اتفضلي. طبعا والله. كل سنه وانت طيب يا شيخنا. انا ست طيبة. كبيره يعني. ابني كده تزوج يعني لمده 7-8 شهور وطلق يعني، وادها كل حقوقها يعني، كل حقوقها خالص، خد القايمه والشبكه وكله كده. بس انا يعني للامانه هي ما كانتش عايزه الطلاق، بس هم ما تفهموش والطلاق تم بسلام. وزي ما قال المأذون وصداق كبير، كل خدته كله. طب بسلام. سؤال حضرتك يا حاجه حميده. ايوه، سؤال بقى حضرتك. انا يعني في احساس يعني بذنب، لان بناتي يعني بقى لهم فتره ما فيش زواج وكده، فهل ذنبي يعني ذنبي ديت يكون قعد لبناتي ولا ايه؟ ورغم خدت كل حقوقها ولا تعدناش عليها في اي شيء، ولا ابني ظلمها، ربنا يبارك لكم يعني يا رب. يعني بحس بكده يعني، او هم بيدعوا علينا او يعني مش عارف، ما قصرناش معاهم خالص. حاضر، يعني انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. طب نروح لي استاذ عبد الناصر، الوالده اللي دعت على اولادها ما حدش يقف على وصلها ولا حد يطلع في جنازتها. هي اوصت بهذا، ودائما ممكن الاباء بنشوف كده في ساعه الغضب ممكن يقولوا كلام مثل هذا فعلا. انا مش عايزك تقف على غسلي، انا مش عايزك تمشي في جنازتي. ممكن يقول كده لاخوه، ممكن يقول كده لاخته، ممكن يقول كده لحد من قرايبه المقربين. طيب هي دي يا ترى الوصيه دي واجبه؟ لا مش واجبه خالص، مش واجبه. ده الانسان بيقولها في ساعه الغضب، بيقول لك بعد كده اصطلحوا وقعدوا مع بعض. اي بس هي مصره برضه على الوصيه. ولو هي مصره ولا تنفذ هذه الوصيه، امال مين اللي هيقوم بيها؟ وبعدين ده احنا هنورث المجتمع الجفاء بعد كده بهذه الطريقه. لما الناس تشوف الام دي ماتت ومحدش من اولادها واقف على غسلها ومحدش من اولادها بيشيعها، الناس هتقول ايه؟ ده احنا هنورث كراهيه المجتمع للولاد دول. هيقول لك ادي شفت اولاد مش ماشيين في جنازه امهم. نقول بقى احنا لا، ده احنا ننفذ الوصيه. لا، ده احنا ننفذ الوصيه، ده احنا هنعمل تمزق في المجتمع وتبقى سنه سيئه. ان الاب يقول في ساعه غضب ابني ما يمشيش في جنازتي، يقول له خلاص ما تقعد، ما تمشيش في جنازه ابوك. لا طبعا، يمشوا في جنازتها وربنا يهديها وربنا يرضيها عنهم، ويشوفوا هي زعلانه من ايه، ويبوسوا على دماغها ويبوسوا على ايديها ويبوسوا على رجليها لحد ما ترضى عنهم. صح. مش عايزين ابدا نشوف الام زعلانه ولا الاب زعلان ونسيبه ياكل في نفسه كده. لا، ليس نرضيها ليس لحد ما ترضى. بالضبط. استاذ محمد معانا على تليفون. الو
الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. بس الشيخ على حاجه كده معلش. اتفضل. طبعا يا استاذ محمد. وحضرتك يا شيخ، انا كنت واخد فلوس من واحد صاحبي وكان متفق معانا اديهم له بزياده ب 1000 جنيه يعني. متفق معاك على ايه؟ كنت متفق معاه هاخد منه فلوس وبعد شهرين هرجعهم بزياده 1000 جنيه، ده كده يبقى ربا ولا ايه؟ حاضر. شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. معانا استاذه ساميه. الو؟ استاذه ساميه اهلا بيكي. سلام. ايوه حبيبتي، السلام عليكم، ازيك يا بنت عامله ايه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذن حضرتك بس نوطي التلفزيون. خلاص موطيه والله يا بنت. طب اتفضلي. عاوزه اسال الشيخ بس لو سمحت، انا طبعا بقعد بصلي الفجر وبقعد فتره لان بيقولوا الوقت الاساسي للاذان الفجر مش هو اللي احنا اللي بيدن عندنا يعني، فبستنى حوالي ثلث ساعه بعد كده، فهل يجوز في الثلث ساعه دي ان انا اقول اذكار الصباح عبال ما يقيم الصلاه يعني؟ حاضر، ده سؤالي. تمام، في سؤال تاني؟ جزاكم الله خيرا. شكرا لحضرتك يا استاذه ساميه. طب استاذه حميده، هي او الحاجه حميده، هي ابنها يعني تزوج 7-8 شهور وطلقوا، بس البنت اللي هي العروسه يعني ما كانتش عايزه تطلق. بس هي خدت كل حقوقها برضا كامل، وهي عندها بنات، فشايفه ان مشكله البنات جواز بناتها يمكن مرتبط بذنب البنت دي اللي ما كانتش عايزه تطلق. هو امتى يبقى في ذنب؟ عندما تؤكل الحقوق، والا ما اجتمع اثنان وما تفرقا الا بقدر الله. الله. بس كان سيدنا الامام المواردي في عقد النكاح لما يقولوا له فلان هيتزوج فلانه فقول يا مولانا كلمتين، كان يقول كده كلمات بسيطه جدا، يقول اعلموا انه ما اجتمع اثنان وما تفرقا الا بقدر الله. فهو نصيبها معاه لحد كده. امتى يبقى في ذنب بقى؟ لما انا الوي العنق واكل حق الست الضعيفه دي. لا، هي بتقول خدت كل حقها واشططها في المحاكم وابهدلها في المحاكم. هنا اقول له حرام عليك، يعني تفريقهم باحسان. باحسان يعني ايه؟ اكرمها يا اخي، مش لازم تلجئها الى محامي، مش لازم تلجئها الى القاضي، مش لازم تبهدلها حتى لو مفيش اولاد. يعني دائما ولا تنسوا الفضل بينكم، انسوا ان كان في ولو لحظه ولو نص ساعه حلوة قعدتوا مع بعض فيه. فالانسان دائما هو ده الكريم اللي يفعل هذا. طيب، فهو طالما لم يظلمها حقها فحضرتك لا تتشائمي ابدا من هذا، طالما الحمد لله البنت خدت حقوقها وانصرفت وهي الحمد لله ما هيش مظلومة، يبقى حضرتك بقى ما تنظرش أبدا إلى أي شيء، وإن شاء الله ادعي لبناتك وأكسري من الاستغفار حتى ينعم الله عليهما بأزواج. طب في دعاء للحاجات اللي زي كده؟ والله كثرة الاستغفار تأتي بالخير. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. دايما إنسان إن تأخر عنده رزق، إن تأخر عنده إنجاب، إن تأخرت في الزواج، إن تأخر في الزواج، إن تأخر في العمل والكسب، عليه أن يكسر من الاستغفار مع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يفرج الكروب إن شاء الله. ربنا يفرج قلوبنا كلنا وقلوب وكروب مشاهدينا. آمين آمين. معي على التليفون أستاذة حليمة. ألو. أيوة، السلام عليكم. أهلا بحضرتك. انا عايزه اسال سؤال فضيله الشيخ كده. اتفضلي يا حاجه حليمه. انا ابني بنتي مات عندي. ايوه، ابن حضرتك مات عندك صح؟ ابن بنتي. ابن بنتي مات عندي. مات. البقاء لله. ربنا يرحمه. وعنده 12 سنه. لا حول ولا قوه الا بالله. وننت مبروغ بتقول عليا ان بيتي شؤم. مين اللي بيقول على حضرتك كده؟ منتم ابوه. جدته يعني. منتم ابوه. بتقول عليا بيت شؤم عشان هو مات عندي. دي اقدار يعني، وحضرتك اللي موتيه، دي اقدار. اي، انا عايز اعرف بقى من فضيله الشيخ. وبعدين انا زعلانه قوي عشان حزينه. طبعا. وعنده 12 سنه. طبعا. ربنا يرحمه ويغفر له. وبعد اقول يا رب انت خدته ليه؟ كنت سيبه شويه. وهو عارف ان احنا هنحزن عليه وخده ليه؟ وبعد اقول كلام كده مش عارفه دي ايه يعني بقى. ربنا يصبر قلبك. حاضر يا حاجه حليمه. حاضر. شكرا لحضرتك وربنا يصبر قلبك يا رب. نستاذن فضيلتك يا شيخه ويدا، نخرج فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه.
بنرحب بحضراتكم مره ثانيه ونجدد التحيه بفضيله الشيخ عويد عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا شيخ عويد. نرجع ثاني لاسئله مشاهدينا الكرام. استاذ محمد استلف فلوس وعاوز يرجعها ب 1000 جنيه زياده. طب لو كان بدون اتفاق هذا من حسن القضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري احسن الناس قضاء. كان سيدنا النبي بيقضي وزياده. من عادة سيدنا من اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي ما عليه وزياده بس بدون اتفاق، ده هو عايز يهدي اللي قدامه. ده كرم. بالضبط. اما لو احنا متفقين على هذا نقول له لا، الاتفاق هذا ليس صحيحا. ده ربا. ولكن لو كان تجاره ماشي. لو كان انا مديك ال 1000 جنيه ديت او ال 10000 جنيه ديت والربح اللي هيطلع تديني منه مثلا نسبه معينه جائز. اما اني انا اخد اقول له اديني 1000 وارضى لك 1200 هذا حرام ولا يجوز. طيب استاذ ساميه بتصلي الفجر وبس بين الاقامه وبين الصلاه حضرتك عارف ان في فرق كبير حوالي ثلث ساعه. فبتسال فضيلتك في الثلث ساعه دول ينفع تقرا اذكار الصباح؟ لا ده هي الحاجه ساميه عندها مشكله اكبر من كده. الحاجه ساميه عندها مشكله ان هي صدقت ان الفجر عندنا لا يؤذن في موعده. دي مشكله اكبر. صح مظبوط. لازم تعرفها الحاجة سامية ولازم الناس تقف عليها. الحمد لله الفجر عندنا يؤذن في موعده عشان ما نقعش في مشكلة. في ناس بتلعب في دماغة الناس بهذا، ده براحتك. لدرجة ان بعض الناس وبلغني عنهم هذا يقول للناس بعد الاذان كلوا وشربوا براحتكم في رمضان، ده احنا بنأذن لسه فاضل يجي نص ساعة الاذان. يبقى الناس ايه. وبعض المساجد يبقى الناس رايحة الشغل ودي شفناها وهم فاضل خلاص على الشروق تلت ساعة ولا ربع ساعة وهم بيصلوا الفجر. خلاص ليه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. غلس ده ايه؟ يعني وقت مزج الظلمة بالضوء، يعني ما حدش لو الواحد اتلفت لقدامه مش هيعرفه. انما يبقى النهار طلع والناس ماشية والناس لسه بتصلي الفجر بحجة ايه؟ بحجة ان الفجر بيؤذن في غير موعده. ده كلام فارغ. ده كلام فارغ. وكلام غير علمي بالمرة. فلذلك الفجر عندنا يؤذن في موعده يا حاجة سامية. دي نقطة في غاية الأهمية. لحضرتك ولغيرك، الفجر عندنا يؤذن في موعده. اللي هيصوم يمسك مع الأذان. واللي هيصلي بعد الأذان على طول صلاته صحيحة إن شاء الله. كونك بقى تقول الأذكار في أي وقت بعد كده أنت إن شاء الله قلت أذكارك تمام. ولكن اللي لازم تعرفيه أن الفجر يؤذن في موعده. نعم. صح. معنا على تليفون أستاذ أحمد. ألو. ألو. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. عندي سؤالين كنت عايز أسأل بس الشيخ معلش. طبعا اتفضل يا أستاذ أحمد. حضرتك مولانا الشيخ، أنا كان معايا واحد صاحبي يعني عز عليها وكنا أصحاب أهو وإحنا صغيرين. بعد كده الدنيا خدتنا، هو بقيت سكة وأنا سكة، ولا بيسأل ولا أنا بيسأل. لما باجي بتصل بيه ما برضاش، يعني الواحد بيجي له عز في نفسه بقول طب هو ما بيتصلش، فأنا ما بتصلش وما برضاش أرن عليه. ده السؤال الأول. تمام؟ تمام. السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، انا في حد بيجي لي بس انا مش ينفع اقوله على الهواء عشان انا اتصلت بيكوا قبل كده وقلت عليه ما حدش يعني جاوبني عليه، مش ينفع اقوله على الهواء. طب حضرتك تسيب رقم تليفونك في الكنترول والشيخ عويد هيتواصل مع حضرتك بعد الهواء. بشكر حضرتك يا استاذ احمد. معانا استاذ احمد بس المره دي من بني سويف. الو. نعم اتفضل. اتفضل يا فندم. يا استاذ احمد حضرتك معانا على الهواء. نعم نعم نعم. السؤال اللي هتاخده حضرتك اتفضل. هو السؤال، انا سؤال في سؤال ثاني. انت السؤال ايه يا فندم؟ السؤال اللي هي وتسهيل الايه دي واشيلوا ذويعادي منكم. انا مش واشيلوا ذويعادي منكم. تفسير يا استاذ حضرتك عاوز تفسير ايه؟ تفسير هذه الايه واشهدوا ذويعادي منكم. واشهدوا ذوي العدل منكم. واشهدوا ذوي العدل منكم في صدق الطلاق وتفسير هذه الايه. السؤال الثاني، حكم بشهاده الطلاق، قضاء طلاق الطفل اللي فيه شهاده على الطلاق. حكم ايه يا استاذ احمد؟ نعم؟ حكم ايه السؤال الثاني؟ حكم السؤال الثاني حكم الاشهاد على الطلاق. ماشي يا سيدي. شكرا لحضرتك. حاضر. تمام. طيب. نروح لي استاذ احمد. الحاجة حليمة عايزين نسألها. الحاجة حليمة طبعا عشان طبعا مهم قوي سؤالها. ده ابن بنتها توفى عندها 12 سنة وقلبها مفطور عليه
وحزينه بتقول ليه مات صغير، ورغم كده لاقيه من الطرف الثاني اللي هو جد اللي هو جده من ناحيه جدته من ناحيه باباه، بتقول ان بيتها بيت شقه. طيب اولا نسال الله تبارك وتعالى ان يكون فرطا لابويه وذخرا لهما في الجنه. ليه؟ لان هو لسه ما جريش عليه الالم، لسه ما عملش ذنب اصلا. لذلك هؤلاء الذين يموتون قبل البلوغ، اهل السنه قالوا ان فعلوا حسنه كتبت لهم. خدتوا معاك عمره، خدتوا معاك حج، تصدق، صلى، ذكر ربنا، كل ده يكتب له. طب ولو فعل ذنب؟ لا يكتب. لذلك ده لسه ما جريش عليه الالم بكتب الايه؟ بكتب الذنوب. فهو ان شاء الله يعني راح سيكون رحمه لكم جميعا باذن الله ولابيه وامه بالخصوص. مساله بقى هو مات فين؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض، اي بقعه الانسان ربنا كاتب ان الروح هتتاخد فيها، هتتاخد فيها. يبقى اذا هو ربنا مقدر له ان يكون روحه تقبض وهو عندك. تيجي بقى جدته امه بتقول ده انت بيتك مشؤوم، هذا كلام فارغ، كلام مش صحيح. انتم كلكم زي ما بنقول كده حزنكم واحد، انت حزينه عليه وهي حزينه، وربنا يصبركم جميعا. بس بلاش نجرح بعض بقى، هو عيب قوي يبقى كله في زي ما بنقول كده في الحزن سواء، وعمالين نرمي باللوم على التاني. كفايه اللي هي فيه، صح، كفايه ان هي ابن بنتها مات عندها، بنجرح في بعض، بنجرح في بعض، وانت حزينه ام ابوه وهي حزينه، فادعوا لبعض بالصبر بدل ما نقعد نلوم على بعض، لانه هو مكتوب له انه يموت في هذا المكان، وربنا يجعله رحمه لابويه. اللهم امين. نعم. يا رب. طيب استاذ احمد، اتنين اصحاب كان في بينهم عشره وكان في بينهم موده وسنين كتير اتفرقوا، وبيقول بيعز عليا نفس اللي انا اتصل، انا مش عاوز اتصل. ده كان اول سؤال. هو الحقيقه عايز اقول يعني تكاد تكون الصداقه في هذه الايام نادره شويه، مش زي زمان. الصداقه اصبحت يعني صداقه باهته، صداقه لا تؤتي ثمرها، غير اللي كنا بنقراه وكنا بنسمعه عن معنى الصداقه الحقه. فخليك انت فيك خير، هو ما بيسالش، اسال انت، ولو حتى كان قلبك زعلان، ولو كان من وراء قلبك، اسال عليه وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيركما من بدا بالسلام. خليك انت افضل، واسال انت وابدا بالسؤال، وانت ما انتش عايز منه حاجه وهو ولا عايز منك حاجه، ولكن يعني ما نقطعش دائما الموده فيما بيننا. وده يعني ما يتصلش، وده يعني ما يتصلش، لا، تذكروا لقمه عيش اكيد كلتوها مع بعض، فبلاش ان احنا نقطع الموده بهذه الطريقه. ابدا انت واسال عليه حتى لو هو ما سالش. استاذ احمد، المكالمه اللي كانت بعديها على طول عاوز تفسير ايه قرانيه من فضلك. واشهدوا ذوي عدل منكم، هي جاءت في الكلام على الطلاق، والعلماء قالوا، جمهور العلماء، على ان الاشهاد على الطلاق مستحب وليس بواجب. دي اول حاجه. يبقى هو عايز كمان حكم الاشهاد على الطلاق. الاشهاد على الطلاق مستحب، بمعنى لو وقع الطلاق بدون شهود الطلاق يقع، يبقى مش لازم مسألة الإشهاد على الطلاق. هو مستحب. نعم، مستحب وليس مجد. غير النكاح، غير بداية العقد بقى، غير الزواج نفسه. لا، الزواج لا، ده الشهود ده ركن من أركان العقد، لو ما فيش شهود يبقى العقد باطل. أرجع. نعم. تاني لسؤالي اللي احنا سألناه في بداية حلقتنا شيخ عويضة، وهو إزاي أطبق مفهوم التعايش أنا. نعم. كحد أو شخص مسلم بيني وبين جيراني في دولة تانية مش مسلمة، واخد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق الكريمة وهذه القيم العظيمة، وأبدأ أنفذها أنا في 2023. طيب احنا بنقول إن الإسلام تجاوز مرحلة الاعتراف بالآخر. خلي بال حضرتك، تجاوز مرحلة الاعتراف بالآخر، لا دي حاجة بسيطة سهلة، ان اعترف بوجود فلان المخالف ليا في اعتقادي، اعترف بوجود فلان المخالف ليا في مذهبي اللي انا بدين الله به، الى مرحله اخرى هي مرحله الدفاع عن هذا وحفظ عرضه وماله. نعم. شوف الاسلام نقلنا نقله، مش انا بعترف بس بيه، لا ده انا كمان لو كان بيعيش عندي ان انا احفظ عليه ماله واحفظ عليه نفسه واحفظ عليه عرضه. طيب ولو انا ما حفظتش دول، اخرج عن دائره الايمان، ايمان هيبقى فيه شيء،
يبقى مش معنى ان هو مخالف ليا في الدين يبقى انا اعتدي عليه. حضرتك دلوقتي بتصحح لنا مفاهيم مغلوطه احنا كنا عايشين عليها مش مظبوطه. جاء في فتره من الفترات ومرحله الله لا يعودها من بعض الافكار التكفيريه الارهابيه كانت تستحل اموال المخالف لها في الدين ويعتدوا عليهم في حاجه. وكانت عندنا مشاكل كثيره في الامر ده. ليه؟ لانهم لم يفهموا معنى الاسلام، لم يقرأوا حتى الوثيقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها، هذا الدستور اللي موجود إلى الآن الحمد لله في التاريخ الإسلامي. طيب ده يخليك أنت كمسلم لما تروح تعيش في مكان تاني أنك أنت انقل الأخلاق بتاعتك لمن تعيش معه، يعني خليك أمين، ما تخليكش عندك طمع فيما عندهم، تسامح. دائما متسامح كريم. بالضبط كل الأخلاق الطيبة عامل بها الآخرين. فيه ناس دخلت في الإسلام بسبب الأخلاق، فيه جزر صحيح. وبلاد فتحت بسبب الأخلاق التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم فقط. احنا عارفة عندنا بنقول جملة هي مش حديث على فكرة، مش حديث صحيح، بنقول الدين المعاملة. بنقول الدين دي من أقوال الصالحين ومعنى صحيح. هو الدين ايه؟ الدين معاملة وأخلاق. أنا مش شرط أشوفك أنت حافظ القرآن، بس عايزك تطبق القرآن، حافظ أحاديث. أنا أعمل إيه بحفظ الأحاديث؟ لا، طبق الأحاديث في حياتك. حافظ كام سورة؟ أنا أعمل إيه بالحفظ؟ لا، أنا عايزك تطبق ده في حياتك. عاوز المعنى. بالضبط. هو ده الصحابة. سيدنا عمر ما كانش حافظ القرآن، سيدنا أبو بكر ما كانش حافظ القرآن، بس طبقوا القرآن في حياتهم. هو ده الفرق بيننا وبين الصالحين. احنا عايزين مش مجرد ان انا احفظ وان انا اعرف معلومات، وانما ان انا اطبق اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اطبق اخلاق القران في حياتي. فالمسلم في اي مكان يستطيع ان يعيش مع من ينكره ومن يرفضه باخلاقه الطيبه. يا الله، انت بترفضني، انا ما فيش بياتي مني شر اصلا. متى اتى الشر من المسلمين؟ دائما صحيح. المسلمون في حال الدفاع عن انفسهم، على فكره لم يؤمروا ابدا بسفك دماء خالص. وإن فهم البعض من بعض النصوص هذا هو فهم خطأ. الإسلام ما جاء أبدا ليسفك دماء، وما جاء ليسيل دماء، ولو كان مخالف ليا في الاعتقاد، ولكن هو موقفه موقف دفاع. أنا أنت بتيجي عايز تأذيني، أنا هدافع عن نفسي بس فقط. فهو ده سيدنا النبي ضرب لينا الأمثلة على الموضوع ده، يعني القدوة. طب نختم حلقتنا يا شيخ عوضة بنصيحة بقى حضرتك تقولها لنا وتفهمنا الدين الصحيح. إن الخصائص الحضارة الإسلامية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم حضارة إنسانية تنزع إلى احترام الإنسان أولا. حضارة لا تقوم على المادة، وإنما تقوم على تصفية الأرواح وتنقية الأرواح. لذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا، ربهم على التسامح، تعلموه منه صلى الله عليه وسلم عندما رأوه يستقبل نصارى الحبشة ويقف على خدمتهم بنفسه ويستقبلهم في مسجده ويقول إنهم أكرموا إخواننا هناك. لما إخواننا راحوا الحبشة هكذا الإنسان يتعلم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم الرحمة والتسامح عندما جاءه وفد نجران وكانوا نصارى فسمح لهم بالصلاة في المسجد. بقى المسلمين يصلوا بصلاتهم والنصارى تصلي بصلاتها. ده أسمر في التاريخ الإسلامي، يعني أيما ثمرة ما زلنا نتوارثها، والرحمة متوارثة والحمد لله، يعني في قلوب من أحب رسول الله بصدق صلى الله عليه وسلم إلى الآن. عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكر فضيلتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، إن شاء الله حلقة جديدة من فتاوى الناس يوم الأحد اللي جاي.